مسيطرا على أركان هذه الدولة. السلطة في مصر لا تقتصر على الرئاسة، لكن هي مفتاح الإرادة السياسية. الرئيس مفتاح الإرادة السياسية في البلد. الفساد إذا أبقيناه في مصر قول على كل أحلامنا المشروعة يلا سلام. وأشار حمديني لأن برنامجه الانتخابي سيعمل على تطبيق العدالة الانتقالية بالمحاسبة على عدة أشياء أهمها الدم والمصابون ونهب المال العام الذي أدى إلى تجديف ثروات البلاد. احنا ما عملناش عدالة انتقالية لأن احنا ما طبقناش أصلا، كلنا عادنا نقول عدالة انتقالية، لكن زي ما قلت لك كده بدل الثورة ما تحكم فتعمل عدالة انتقالية تجيب الحق وتفتح باب لم الشمل واللي هي ايه العدالة الانتقالية؟ حقك تاخده ولم الشمل البلد وقت الصف. انا مشكلتي هنا مين يستحق ومين لا. العدالة الانتقالية لم تطبق. انا بسأل حضرتك مشروعنا طبقها ازاي؟ الدستور قال البرلمان الجاي عليه في اول دور انعقاد يعني التشريعات. حلو. اذا ربنا شاء وجئت رئيسا سنتقدم بمشروع العداله الانتقاليه. هحاسب على ثلاث حاجات. الدم والمصابين، نهب المال العام اللي جرفه ثروه البلد، والفساد السياسي بالذات تزوير الانتخابات. استقبل نبيل فاني وزير الخارجية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامارمن التي بدأت زيارة إلى القاهرة تستمر حتى الأربعاء المقبل، كما تلتقي كامارمن بعدد من المسؤولين المصريين للتعرف على وجهة نظرهم بشأن عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد. عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي. حضر المؤتمر عدد من الحقوقيين وخبراء الانتخابات بالوطن العربي والذي يستهدف فهم السياسات السياسية والاجتماعية والقانونية والسياقات أيضا للانتخابات العربية. لمناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي بحضور عدد من الحقوقيين وخبراء الانتخابات في الوطن العربي والذي يستهدف فهم السياقات السياسية والاجتماعية والقانونية للانتخابات العربية. إذا كانت الانتخابات أيضا تجري بشكل من الأشكال فإن نتائجها تختلف. إذا كانت مثلا اسمية قلبية يختار فيها الناس اسماء واشخاص يعطي شيء، واذا كانت بالقائمات تعطي شيء اخر ونتائج اخرى. المؤتمر استعرض خطوات المرحلة الانتقالية الديمقراطية التي يشهدها العالم العربي والتطرق لمصطلح الربيع العربي وهو مفهوم غربي نشره الإعلام والدبلوماسية الغربية، وأوضح الحضور أن تجربة مصر وتونس لم تصل بعد إلى الربيع العربي إنما هم في الطريق إليه. الديمقراطية السياسية التي تكرر السلطات وتكرر السلطات التفاوت بين ولا تحقق من حتى تأتي من العدالة المجتمعية فهي ديمقراطية أيضا منطقية. المؤتمر تناول أيضا قضية تطرح نفسها في مصر وهي قضية محاولات إنهاء الدولة المركزية وضربها، مؤكدين أن الديمقراطية وحقوق الإنسان شيئان في غاية الأهمية، لكن السؤال هو كيف تطبق تلك الأشياء في ظل السعي لإسقاط الدولة المصرية. المطروح علينا النهاردة مش هو الإنسان، مش معنى كده الإنسان مش مهم وإن الانتخابات مش مهم، إنما كيف تطرح الأول في الإطار الكبير أمام مقبلة أن المطلوب تاريخيا من قوى الهيمنة على إسقاط الدولة بشكل كامل. ويأتي المؤتمر في منتصف الطريق بين الاستحقاقات الدستورية للانتخابات التي تمت أو تلك التي سوف يتم إجراؤها في العديد من البلدان العربية لمحاولة فهم تلك التجارب واستخلاص المزيد من العبر والدروس المستفادة. بعد ثورات الربيع العربي اكتسبت الانتخابات العربية أهمية وزخما كبيرا خاصة في السنوات الأخيرة بعدما ظلت عقودا مجرد عملية شكلية صورية لتكريس حكم النخب الحاكمة. ويأتي مصدر هذا الزخم وتناميه من خلال المشاركة السياسية الواسعة. رمضان المطعمي، النيل. عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة ندوة تدريبية للموظفات بالوزارة بعنوان دور المرأة في التنمية بحضور السفيرة ميرفة تلاوي رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة. المحاضرون أكدوا على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وطالبوا بضرورة دعم الرجل للمرأة في هذه الحياة.
زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية انطلاقا من دورها كركن أساسي في بناء المجتمع ممارسة تسعى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة على ترسيخها بشكل دائم من أجل أن يكون للمرأة رأي ودور في الحياة السياسية. احنا بنتكلم النهاردة في اطار يعني دورة تدريبية معمولة بالتنسيق ما بين المجلس القومي للمرأة ووزارة القوى العاملة على اعتبار ان احنا نرفع درجة الوعي لدى المرأة وحثها على فكرة المشاركة السياسية، لانه فكرة المشاركة السياسية الحقيقة من وجهة نظري ما هياش مرتبطة فقط بالاستحقاقات الانتخابية، وانما هي لابد ان تكون فكرة دائمة مش فكرة موسمية موجودة في ذهن المرأة حتى تهتم بالشأن العام زي ما بتهتم بالشأن الخاص. ويرى الحضور أن تفعيل دور المرأة العاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أمر ملح لإحداث عملية التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع للتأثير في عملية صنع القرار. في عندنا 24 مليون صوت انتخابي، وبالتالي هذا الكم من الأصوات بغض النظر هي ممكن تنتخب مين، لكن إنه قوة نزولها في 30 يونيو بهذا الحجم ده برضو مؤشر مهم جدا جدا في انك تغيري يمكن القرارات السياسية وممكن القرارات الاقتصادية بتاعت البلد. المشاركات أكدنا أهمية انعقاد مثل هذه الندوات التدريبية التي تهدف لتحفيز المرأة ومشاركتها في كافة المجالات. الندوات ديت لها دور فعال جدا لان هي بتنشط تملي التفكير التنموي والسياسي عند المرأة، لان المرأة بدورها بتشتغل في كل المجالات سياسية واجتماعية وشغالة في البيت وشغالة في الشغل، فلازم باستمرار احنا بنحفزها على انها يبقى لها دور اساسي كمان في السياسة، ما تبقاش منحصرة في انها تبقى ام او زوجة او بس، لا لازم تشارك برأيها في السياسة. ويعتبر المراقبون أن مثل هذه الفعاليات تعد من آليات تفعيل وتحفيز دور المرأة التي شاركت بقوة في ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو واستطاعت أن تؤثر في مسار الحياة السياسية في مصر. أسماء حسن، أميل. افتتح الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم المدرسة العسكرية للتمريض للإناث في سوهاج، والتي أنشأت لخدمة أهالي الوجه القبلي من الراغبات في الالتحاق بالتمريض العسكري. وكان صبحي قد شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بدر 2014 الذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني. وأكد صبحي على مسؤولية القوات المسلحة في تأمين الانتخابات الرئاسية وأنها ستثبت للعالم قدرتها على تحقيق الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق. كما أشار وزير الدفاع إلى أن القوات المسلحة مسؤولة عن تأمين الانتخابات الرئاسية من الخارج فقط، وأن الشرطة المدنية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمينها. جدد المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عزم القوات المسلحة مواصلة حربها ضد الإرهاب حتى تمام استئصاله. وقد نعت القوات المسلحة الشهيد مجند الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار من قبل مسلحين على طريق الجورة في منطقة الشيخ زويد. وأعلنت مصادر أمنية أن مسلحين رصدوا مدرعة الأمن أثناء مرورها في منطقة الظهير بالشيخ زويد وأطلقوا النار عليها، وتقوم قوات الأمن حاليا بتمشيط المنطقة والبحث عن الجرح. قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بجولة ميدانية مفاجئة لمحافظة المنيا، تفقد خلالها الأكمنة الأمنية والارتكازات الحدودية بالطريق الصحراوي الشرقي، كما تفقد كذلك الخدمات والأطواف الأمنية بمدينة المنيا. وفاجأ القائمين على العمل بقسم شرطة المنيا حيث اطلع على مجريات العمل بالقسم واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين. كما التقى وزير الداخلية قيادات المديرية والضباط والأفراد والعاملين المدنيين، وأعرب خلال اللقاء عن تقديره لما لمسه من جهد في الأداء ومثابرة على مواجهة تحديات العمل الأمني. وينضم إلينا للمزيد من المتابعة مراسل النيل لدى وزارة الداخلية محمد علوي. محمد، كيف تابعت الجولة الميدانية المفاجئة لوزير الداخلية إلى المنيا؟ هنا بالفعل يعني استمرارا لجولات السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية المفاجئة لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المحافظات. السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم بيقوم بالجولة الميدانية العاشرة لجميع المحافظات، والتي بدأت بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية ودمياط وبورسعيد. اليوم هو في محافظة المنيا، تفقد
الارتكازات الحدوديه بالطريق الصحراوي تفقد الخدمات والاسواق المنيه بمدينه المنيا، وفاجأ يعني قسم شرطه المنيا واطلع على مجريات العمل بالقسم واطمأن على سرعه التفاعل والتعامل مع شكاوى بلاغات المواطنين. السيد محمد ابراهيم وزير الداخليه شدد على ضروره حشد الطاقات لمواجهه متطلبات المرحله المقبله والتي تتضمن استحقاقات دستوريه وتستوجب استنفار كافه الجهود الامنيه. واخيرا استمع السيد محمد ابراهيم وزير الداخليه قيادات المديريه والضباط والافراد والعاملين المدنيين واعرب عن تقديره بما لمسه من جهد في الاداء والمثابره على مواجهه تحديات العمل الامني بكفاءه. نعم. هذا بخصوص واقعه او هذا بخصوص السيد محمد ابراهيم بمحافظه المنيا. الحقيقه بعض وسائل الاعلام قالت خطا اطلاق الاعيره الناريه على قسم شرطه الساحل، ولكن من خلال شاشه امين نمتلئ بهذه التفاصيل. كمين موجود امام قسم شرطه الساحل اشتبه في سياره ربع نقل حاولت الهرب. القوات الامنيه قامت بإطلاق العيار المالية وتمكنت من ضبط السيارة وقائد السيارة. نشكرك شكرا جزيلا محمد علي مراسل النيل لدى وزارة الداخلية. افتتح البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية اليوم مذبح كنيسة مارمينا في إمارة دبي. جاء ذلك خلال الزيارة الحالية للبابا توادروس لدولة الإمارات بدعوة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتي استهلها يوم الجمعة على أن تستغرق 4 أيام. نظم طلاب تنظيم الإخوان بجامعة عين شمس مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المضبوطين في أحداث العنف. وردد طلاب العديد من الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة رافعين شعارات رابعة. كما قامت بعض عناصر التنظيم الإخواني باقتحام حرم كلية التجارة، وقام آخرون بقطع شارع الخليفة المأمون بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في حين كثف الأمن الإداري تواجده تحسبا لأي تصعيد.